حماها بسالي ما حدا بيعرف مدى والشهداء كل منهم محمد تينا للشهادة اللي اشتهى اللي بيضحي بنفسه كتير أجود وأكرم ما خلق الله برؤاها. يلا ما فعله علم الميم. عد كم سنفيه؟ 1 2 3 4 5. أنا نبال يوسف زوجة محمد علي. أنا ربيت بعيلة بابا كان بالجيش، ربينا بالشام. كنت بالمرحلة الإعدادية لما تعرفت على محمد، كان هو ضابط ملازم. طبعا كان متخرج جديد، ما كتير كان صار له متوقع برتبة ملازم أول، وكان فرزه بدمشق وتعرف على زوجته الكريمة من خلال بنت خالي، من خلال قريبتي، لأنه كمان بتربطنا فيهم صلة قرابة. زيارة لعنا بعيد الأضحى فشافني، وهو يعني عقد ما أنه طيب ونيته دائما الحمد لله طيبة وصافية، فبقى طلبني فورا. أنا تفاجأت يعني وقتها لأنه ما كنت بعرفه، كنت كمان أول مرة بشوفه. فبقى رايح لعندهم الزيارة، قالت له أنا رايح على بيت حماية عايدون. نحن تربينا بأسرة بسيطة جدا، أسرة مكافحة كلها مع بعض، بتحب بعض وبتشتغل. أسرة مؤلفة من 9 أشخاص بزمن صعب، بظروف صعبة. كان موظف، لكن الوظيفة بهذيك الأيام لتسع أشخاص ما كانت بتكفي لحتى نعيش حياة كريمة. فنحن بالبداية قلنا له يعني لسه بكير، لأنك أنت لسه مانك بمرحلة أنك مكون نفسك، يعني طول بالك شوي. فصارت الخطبة، الحمد لله هو يعني كان كتير منيح من بداية حياتنا معه. أول ما تعرفت عليه الله سبحانه وتعالى مقدر أنه هالشخصين يلتقوا، يعني هو مثلا ساكن كان هون وهني كانوا ساكنين بدمشق. يعني اجى الحب شوي شوي بعد الزواج، يعني صرت حبه يعني يوم اكثر من يوم، يوم اكثر من يوم، يعني صار كل يوم يزيد محبتنا لبعضنا عن يوم وتعلقنا ببعض. وصار هو يشتغل اضافي احيانا اي شغله تصير له، فهو فتح محل بزمانه فروج، استأجر يعني وفتح محل هو وابن عمه، يعني كان يشتغل إضافي لعمله. ساعة اللي ينزل مثلا من الدوام أي وقت يشوفه فاضي يشتغل، يعني بنى نفسه بنفسه. فكان هدفه أنه أنا بدي أسس بيت، حط بباله أنا بدي أسس بيت وبدي أعيش، بدي المخلوقة هي اقتنعت فيها وأنا حسيت أنها هي مناسبة لي، ما بدي فرط فيها. بعدين يعني الحمد لله انه بعد 3-4 سنوات جبت اول ولد سليمان. سليمان سميناه اسم عمي ابو زوجي الله يرحمه، فبقى سميناه اسمه. الولد الثاني كانت بنت،
وبعدين جبنا البنت الثالثة بيناتهم 3 سنين. فبقى كانت البنت الثانية الولد الثالث بس البنت الثانية. طبعا الأولاد إنه هو اختار لهم أسميهم، بس إنه هو كان يختارهم، بس آخر ولد أنا سميته أحمد. بابا بيحبني كتير، بيحبني أنا أكتر واحد، وبيحبني إنه كتير كتير يكون شاطر وأطلع الأول على المدرسة. بيعطي كل واحد فينا حقه، بيعطي الحنية الكاملة، فكان كل واحد فينا يحس إنه هو عم يميز عنه. وهي عم تاخد حمل الأب والأم بالبيت، بس في عنده بعض الأمور إنه هيك بيخجل فيها، يعني بالنسبة للهدايا وهيك شغلات، يعني دائما يقول لي إنه حب إنه خلص أنت شو بدك تجيبي، قل له أنا دائما إنه حب أنت اللي تختار تجيب لي. فقال لي أنا والله ما بعرف. يعني مرة ما كان لسه عنا سيارة يعني وهيك، فبقى إجا وشه يمكن أحمر أكتر من الوردة الحمراء الجايبة، قال لي إنه طلعت بالسرفيس وأنا حاملة الوردة، قال لي كنت خجلان كتير، قال لي خيك العام وانت بخير، انبسطتي هي جبت لك وردة؟ قال لي بس خجلت فيها خجل. كانت علاقتنا ببعضنا، يعني بعمري ما حسيت شعور انه ضابط او بالجيش، يعني كان طبيعته كتير كتير حلوة وبسيطة. كان الوالد يطلب اي شغل صعب او اي عمل بده حدا يساعده فيه كان دائما ينتقي لمحمد، لانه محمد كان عنده قوة قلب. كان يحكي لي انه يطالع الغنمات ويرعاهم ومعه كتابه، وهو عم يرعى الغنمات هو عم يدرس. حتى وقت اللي كبر شوي بابا صار يشتغل مع جده بالصخر وهيفا. قوة قلب واقدام وحجر للصخر، الصخر بده قوة قلب وبده شغل. يعني محمد كان من صغره قبضاي. الحمد لله كانت اول شيء حالتنا المادية مو كتير منيحة، فبقى شوي شوي يعني كون حاله بحاله، فبقى الحمد لله يعني ما تركنا بحاجة حدا يعني غير رب العالمين. منذ اليوم الأول للدخول إلى الكلية الحربية أقسم أمام الله والوطن أن يكون خادماً وفياً للجمهورية العربية السورية. محمد علي اللي عرفه واللي ما عرفه كان يحبه، سمعته كانت تسبقه. قبل ما أتعرف عليه بشكل مباشر كنت أسمع عن صفات الحميد الموجودة فيه. إنما عرفناه متميزاً منذ اللحظة الأولى لالتحاقه في الكلية الحربية، واستطاع بكل أساليه أن يحقق مركزاً متقدماً المركز الأول، وكانت محمد علي من الأوائل على دورته المطلق. كان مدرسي بالنسبة لمن حوله في الأخلاق والأدب. أثناء التدريب يمتاز محمد علي بالعفوية وبالمرح وبتنفيذ كافة التدابير تنطلب منه بكل صدق وبكل أمانة. وآل سعود كل منهم مجنب، لإسرائيل يحرس لها قفاها، وعباها خاطط بسلك الزمرد، وكفر إبليس ملفوف بعباها. هذا تصحين وهذا تحول، وذاك بروتس الغدار.
هالأحداث هي صار يبعد عنا زيادة. كنا كتير إنه هيك نفقد له نشتاق له. كتير 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 تغير وما عدنا نشوفه مثل قبل. يغيب يعني ويرجع ينبسطوا فيه الأولاد، يكون تعبان كتير، ورغم هذا يعني قلنا إنه بدي أقعد معكم وبدي أشوفكم. انه ما يجي غير ساعة، انه يوم، انه بس نقوله لك اقعد بس لنشوفك، لسه ما شبعنا منك، لا الشغل اهم. اذا نزل على البيت كان يقضي ساعات قليلة، مو انه يقضي ايام او ينام لتاني يوم او ساعات قليلة ويرجع على ارض المعركة. قالوا انا تعبت، بس رغم هيك بالازمة يستحيل اترك سوريا. يقلي بابا هي الوطن، اذا متنا كلنا فداها رخيص، اسا منجيب عالم لتموت فداها. بعد شي سنة من الوضع تقريبا نطلب منه يشكل كتيبة مهام خاص. طبعا شكل كتيبة مهام خاص، شكل اختار شخص وبيعرفوا العناصر بشكل شخصي، ما انه عناصر، لانه عايش تماما، هو مختار يعني عايش معهم من بداية تكوين هالكتيبة اللي هو مستلمها. يعني العساكر اللي عنده يعني دائما كانوا يقولوا انه وقت القائد معنا قائد، وقت الاخ اخ. خلق نوع من المحبة والالفة بين العسكريين. كنت مع شخص كمان اللي عندي اللي بحارس جمهور بالشباب اللي قريبين محمد، قال لي هنيالك وين جاي، انت جاي على الكتيبة رح تعيش احلى ايام بحياتك، يا الله شو هاد. بتذكر اول ما اجيت لعنده طلع فيه قال لي يا احمد انت امك دعت لك انك اجيت لعندي، وبتخبر هاي الرسالة لكل الشباب العساكر اللي معك انه امهم دعت لهم انه اجوا لعند شخص اسمه محمد. الكتيبة اللي كان هو مسؤول عنها كانت مميزة بكل شيء، بالرمي، بالرياضة، بجميع امورها. شغلة ثانية العناصر الكتيبة ارتفعت معنوياتها بشكل كبير كتير، يعني حقيقة ما بتحس بقى انه موضوع عسكري قائد كتيبة وعنصر. كان بالنسبة لنا كعسكر عنده نحن، كان بالنسبة لنا الاب القائد والاخ، كان يوجهنا بالكلام انه دائما العسكر انه شوف مشاكل العسكر، شوف وضع العسكري، مشاكله الشخصيه، مشاكله العائليه، اي مشكله، اي ازمه ماليه. وبعدين بعد اللي شكل كتيبة ودربوا مظبوط وخلصوا بلشوا بالمهمات بقى، وبدأت رحلة الأعمال القتالية مع المجموعات الإرهابية انطلاقا من منطقة مطار دمشق الدولي. كان الوضع سيء حول مطار دمشق الدولي، لموقعه طريق المطار بالدرجة الأولى، طبعا دخل وكان إقامته بضمن المطار، وحاول ودائما كان تفكيره أنه كيف بده يأمن المطار لأبعد مسافة ممكنة. قواتنا المسلحة الباشلة بتطهير هذه النقطة أنظمة القرية من رس الإرهابيين ومن وتدك أوكارهم في كل مكان، ونحن الآن نتقدم باتجاه تطهير هذه المنطقة بالكامل بفضل بواسط قواتنا المسلحة. تميزت وحدته العسكرية خلال المرحلة الأولى من حياته الميدانية بالتفوق في جميع الاختبارات. بتذكر بأول مهمة قمنا فيها استشهد معنا 9 شباب،
فرحت لعنده شفت عيونه عم تدمع، فطلعت فيه قلت له يا سيادة العقيد إذا أنت عم تبكي فشو خليت لقلنا؟ فطلع فيه قال لي يا أحمد عمرك شفت أب بيفقد 8 من أولاده وما بده يبكي؟ نحن بشر، نحن بالنهاية أي عسكري بيروح هاد واحد من أولاده، ما بيعرف الخسارة أو المحتمل يصير توقف، لكن عنده قناعة وإيمان كامل بالنصر. أنا طبعاً أسمع من كل الناس أنه مثلاً كان يكون أول واحد ليشجع الكل. عندما يرى المقاتل قائدي في الأمام فالمقاتل يكون أمامه مباشرة. بأي معركة دائماً القائد نحن اللي منشوفه بيكون بيقود العالم، والقادة الأحدث بيكونوا على الخط الأول. هو له مواقف شجاعة كتير، ومن أبرز المواقف بضيعة بالغوطة الغربية بالعتيبة. صار شوية تلكؤ من العناصر وأمر طبيعي. طبعاً العناصر ما كانت تفوت، أول شيء ركب دبابته وفاد بنفسه، يعني بالمقدمة أول واحد فاد. فوراً شيء أنه طلع قائد دبابي من الدبابي، أخذ مكانه بالدبابي، دخل جوا الدبابي وما رضى أنه يفوت قائد دبابي، دخل مكان الرامي، وكان حافز ومشجع لدخول العناصر وتحرير هالمنطقة بشكل كامل. فعلاً حرر العتيبة وبأقل خسائر يعني. ويعرفه جميع المقاتلون الذين سمعوا عن معارك الغوطة الشرقية، سواء عندك من مطار دمشق الدولي وما حوله. وهذا يعتبر إنجاز نوعي لهذه الكتيبة في تحقيق وإعادة الأمن والأمان لمنطقة شبعة خلال 48 ساعة، واستطاعت القضاء على أعداد كبير من المجموعات الإرهابية، بذلك تكون قد أمنت بواسل قواتنا المسلحة طريق مطار دمشق الدولي بشكل آمن. نحن الآن على مسافة قريبة من مطار دمشق الدولي، لم نتعرض لأي موقف، الطريق آمن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بفضل جهود قوات جيشنا العربي السوري البطل الذي يسعى إلى بسط الاستقرار والأمان في سوريا. بعد تأمين مطار دمشق الدولي بدأت العمليات القتالية خارج المطار. هذا هو المطار، بدأت من منطقة كفرين باتجاه حران العواميد، قرية الكفرين تتبع لمحافظة طريف دمشق، القرية الأولى الملاصقة لمطار دمشق الدولي. قبل ما تبلش الأحداث كانت سوريا الكفرين تعيش بعيشة رخاء وتنعم بالهدوء وبالعيشة الهنية، لحتى اقترب المسلحين باتجاه قرية الكفرين، عاثوا فسادا، صاروا يجوا ياخذوا الخبز من الفرن بالكامل، يقطعوا الخبز عن المواطنين، دبوا الرعب بقلوب المواطنين، مما ادى الى هجره بعض المواطنين خوفا على اولادهم على عيالهم الى خارج القريه. استمر الحال حتى تاريخ بدايه الشهر 12 2012، خرجت قوات الجيش العربي السوري بقياده العقيد محمد علي. طبعا احنا هون لما وصلنا للبلد كانت عم توقع تحت انذار المسلحين، كان المسلح واصل حدوده تماما على الساتر الترابي، سيطر تماما عسكريا، عم بيبس انذارات بالمنطقه لأخلاقة. هون وضعنا حاجز لصد تقدم المسلحين، طبعا هذا البيت هو كان مرصد قياده الكتيبه اثناء معركه حران العواميد.
وقدرنا طبعا بنشر المناطق المحيطة الآمنة، حافظنا عليها وتابعنا معاركنا باتجاه البوضة الشرقية. دائما يتمنى الخير للعالم، يعني نيته صافية دائما الحمد لله تجاه كل الناس. بده يفوت على بلدي ياخذ بعين الاعتبار الاهالي الموجودين فيها، يلي اذا في مجال تجيب لنا اذاعه او مكبرات صوت لاخر لحظه مشان ما يروح حدا مدني. يطلب منا انه اذا كان تقدروا تتواصلوا نحل الامور سلميا، حرام نقتل هذول المسلحين اذا بيرتدوا وبيرتجعوا بشكل جيد لحضن الوطن. احنا قلنا يا شباب، يعملنا يا شباب، نحن قلنا مهمه واضحه وصريحه ومهمه مقدسه، مهمه قلنا فيها ثواب عند رب العالمين، انه نحن عم نقاتل اعضاء الله، نحن عم نقاتل اعدائنا، اعداء الوطن، اعداء الشعب، اعداء الشعب العربي السوري. هدول هن اعدائنا فقط، والا المدنيين هن اهالينا، وين ما كانوا، باي مكان، باي قريه، باي منطقه، باي مزرعه، هدول اهالينا. ما بيصير نحن نزعجهم ولا نضرب لا بصحتهم ولا بممتلكاتهم. اهم شيء من يعني نحاول قدر الامكان ما نقرب لاي ممتلك خاص، لاي ممتلك عام، مشان الحفاظ على سوريا ونرجعها مثل ما كانت. كيف؟ اهلا وسهلا. طبعا ظن انتم هون العيله الوحيده اللي ضلت. اي نعم. بعد وصول المسلحين للمنطقه. تذكر يوم وقت وصلوا بالليل انذارات اخلاء المنطقه. شو كان هيك؟ شو السبب اللي حتى ضليتوا انتم الوحيدين ما طلعوا؟ والله نحن ضلينا حافظنا على بيتنا، يعني اكثر من هذا. ما خفتوا من المسلح؟ اول شيء خفنا من يعني من هالهجوم من المسلحين، وخفنا من هذا. بعدين اجيتوا انتم حميتونا. طبعا هون بجوز مكان بيتك المشرف على حران هو كان سبب لحتى حافظتوا على البيت. طالما اجى الجيش عم تحس بالامان انت، عم هذا لانه المسلح لما بيجي المسلح ما بتحس بالامان انت. الغايه من ذلك انه متى ما وصلوا اخذوا هالابنيه هاي ووصلوا السور بصاروا بامكانهم انه يضربوا يعطوا المطار او يضربوا المطار. هاي الغايه منها يعني. ماشي انا وياه لحقنا لعنده. السلام عليكم عم. قالوا عليكم السلام. رحت انا شو قلت له؟ قلت له عم بدي اسالك شو رايك بالعقيد محمد؟ قال لي العقيد محمد؟ قال لي اي عقيد محمد؟ قلت له عقيد محمد علي المستلم المنطقه، هو المستلم المهمه الامنيه بالمنطقه. أنا من باب الفضول. قال لي العقيد محمد الله يحمي لنا إياه، الله يوفقه، الله يخليه، الله يديمه، الله يوفقه، هذا رجل من رجال الحق. طلع فيك يا، قلت له بتعرف من بيحكي معك؟ من هذا الزلم بيحكي معك؟ قال لي لا والله ما بعرف. قلت له هذا هو العقيد محمد. قام هذا الزلم الختيار بكل تواضع راح وطي بوسه لايده العقيد محمد، راح العقيد محمد بعده ومسك وباس لايده. قالوا له يا عم انت ايدك بتنبص. شو بدنا نطلب يعني اخي؟ الكهرباء ما في عندنا كهرباء، تلاقي يسعى لنا يجيب لنا كهرباء. ما في مي، كان يسعى لنا يجيب لنا مي. هذا العسكري اخي قال احكوا لنا اي عسكري بيخطئ معكم، اي عسكري بيخطئ معكم ردوا جواب علي انا لو كلمه صغيره. محمد علي بيشرف على المحور الرئيسي اللي هو من هون، محور يمين ومحور يسار. هون كان في قناص متوضع بأحد البيوت البعيدة يعني في طلقة اجت قريبة من منطقة الجسم يعني بيلعى هون بالعضلة. نزل على المشفى قطب الجرح، اجى قال لي رح طمنك علي. ما قعدوا 10 دقائق. كنت قل له بابا دير بالك على حالك، انه لا تفوت لجوا، انت ما أنا مهمتك ان تفوت، انت مهمتك تقعد بس. يقول لي اذا انا ما اشتغلت للوطن وغيري ما اشتغل فرح تروح البلد، والبلد شو ما منقدم لها رخيص. طمنا عليه مشان ما نشغل بالنا وقلنا انا عندي شغل رايح. لا لعياله ولاولاده قال لي شفتوني انا بخير وسلامي؟ قالوا له ايه. حامل حاله ورجع لارض المعركه ورجع قاد المهمه، والمهمه طلعت ناجحه 100%. حتى فتنا للمهمه للمنطقه هذه حسب الاخباريات اللي كانت موجوده لنا كان فيها كم هائل من المسلحين وشيء لا يصدق من الضربات من 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 هدول الكفره وهدول الارهابي. انه يا لطيف. قلت له خليك، طيب خد نقاهة، خد استراحة يوم. اللي ما فيني، اللي حرام بيضيعوا العساكر بدوني يعني، اللي ما فيني اتركهم وضل. بقي ببيته ساعتين ورجع على أرض المعركة. بيضحي بنفسه كتير أجود وأكرم ما خلق الله برؤاها. صفي مضرب مثل والقول مسند عند كل من إلو وعيو
نباها. هذه المنطقة تدعى منطقة العتيبي، وهذه المنطقة بالتحديد عند المأزنتين عند الجامع دارت معارك قوية بيننا وبين المجموعات الإرهابية. هذه المنطقة التي نمر بها كانت ملأة بالمسلحين وأزلام الدول الخليجية. استطاعت محمد علي خلال الفترة الوجيزة في هذه المنطقة من تنفيذ مجموعة من الكمائن في منطقة العتيبي، ونحن الآن باتجاه منطقة الكمائن. سوف نقف قليلا وننزل إلى منطقة تنفيذ الكمين. عرف. استطاع أن يحدد هذا المكان من خلال مراقبة المجموعات الإرهابية، كانت تأخذ السلاح والذخيرة وتدخل الغوطة. لو استطعت أن تفتح هذا الطريق لكانت الأمور عكس ما نشتهي الآن. هون أحد الكمائن التي تم تنفيذها في منطقة تنفيذ الكمائن، وتوجد بعض الآثار لتلك المجموعات الإرهابية حتى الآن في تلك المنطقة. الجهة المقابلة تم تنفيذ 3 كمائن مثل هذا الكمين، وتم استهداف أكثر من 50 مسلح في تلك المنطقة. شرف. أحياناً اسمع أنه إذا عم بيحكي مع حدا من رفقاته موضوع معين، أو اسمع من العالم أنه محمد عمل كذا، محمد ساوى هيك، أما أنه منه ما أسمع. يعني أنا لما شفت بعدين أنه بعض الفيديوهات أقول هيك أنه شغل بيشتغلوه هيك، أي شيء نكون نحن هيك شغلي شايفيننا وسمعانين فيه أو خبر نقول له محمد إن شو صاير شو فيه، يضحك يقلنا لا شو هذا كله ولا شيء هدون جبناء. رجعنا لمنطقة لجوبر، أنا هونيك راح تصاوت وراحت إصبعي. طبعا هوني قست واحد فاقد قطعة من هي قطعة صغيرة بس أول هاي يعني هاي. لما تجلى عندي على المشفى وطلعت في هيكي، لما جلى عندي على المشفى وقال لي لك ايه خلاص يا زلمه كلها شخفت صبيع، معقول تزعل عليه؟ قلت له يا ابن العم معقولي، ولك انت رجال وانت قبضاي وانت كذا. نحن الان في امام مركز العتيبي الصحه، هذه المنطقه الاستراتيجيه المهمه جدا بالنسبه للمسلحين الارهابيين، حيث كانت هذه المنطقه هي منطقه عبور للمسلحين والتوزيع الامدادات الاتي من الاردن ومن الداخل السوري الى الغوطه وريف دمشق بالكامل بهمة أبطال الجيش العربي السوري. جزاهم الله على الأرض، حماة الديار حماة الأرض، تم تطهير هذه المنطقة من رجس الإرهابيين الذين عاشوا فسادا في هذه الأرض، وهي خطوة أولى باتجاه تطهير باقي مناطق الغوطة وريف دمشق من رجس الإرهابيين بإذن الله تعالى بهمة رجال الجيش. رحت لعنده كان بعد الظهر قبل المغرب شوي صغيرة، كان عم بيجهز حاله عم يلبس بدلة العسكرية، فدخلت سلمت فسألته قلت له سيدي العقيد لوين رايح؟ قال عنا شغل اليوم عنا كمين. فطلعت فيه قال لي دير بالك على الشباب، الشباب أماني برقبتك. كان آخر مرة بشوفه فيها وآخر كلمة بيحكيها معي. أنا كنت إنه كتير حاسة إنه رح يصير شيء. أمي ترجيته كتير، قعدت وياه ساعتين وترجيته كتير، خاص لي يا أبني بتمناك ما تسافر. قال لي يا أمي تعرفيني جبان؟ قالت له ما ربيتك تكون جبان. قال له لكن أنا الوطن ناداني ورفقاتي هنيك بحاجتي، بقعد جنبك ولا بسافر؟ طبعا بعد وصول المعلومات الكافية على ورود المسلحين من الأردن باتجاه بير القصب ووصول إلى منطقة الضمير، نفذنا كمين محكم، نصبنا هذا الكمين أمام العقيد محمد علي بقيادة الكمين، وكانت قيادة الكمين من هذا المعمل، معمل متوفر في طرف المدينة. اتجاه الغرفة الموضوع فيها منطقة المراقبة تبع
التسللات او التسلل تبع المسلحين باتجاه الغوطة الشرقية باتجاه دمير، ومن دمير باتجاه الغوطة الشرقية. طبعا العقيد كان هو مدعي ميقي آيات قرآني، وكان عم يدعي مشان يتقدموا باتجاه المقتل تبعه. طبعا نحن قاعدين هوني، مجموعة من الأصدقاء قاعدين، راقبنا التسلل، دخلوا المسلحين. في ساتر هلق بنشوفه قبل الطريق، طبعا مزروع على الساتر كذا عبوي، 6-7 عبوات مزروعة. لحقنا عند أول عبوي مفجرة نهائية، ما تعاطى معهم. ما عطى عليهم. ثاني عبوي كمان متفجر، الثالث عبوي بصيحة الله أكبر طبعا فجر العبوي. طبعا هون العملية كانت تمت كلياتها بالتفجيرات كلياتها، وقتلنا أكبر مقتل أكبر عدد منهم. بعد القضاء على هذا، بعد تنفيذ الكمين والقضاء على جميع الإرهابيين اللي كانوا متوجهين إلى ميدعى، أصر العقيد محمد علي بالوصول إلى هذا الكمين. بعد ما خلصنا الكمين طلعنا من المصنع من المقر العملي، واتجهنا بالاتجاه هذا هيك بالسيارات، وقفنا هون وترجلنا واتجهنا باتجاه الكمين. فبقى حكى معي بالوحدة وربع، قال لي كيفكن، كيف الأولاد؟ قلت له الحمد لله. فبقى أنا كنت مرتكية وجلست، كان صوته غريب يعني عم بيضحك ضحكة، يضحك من قلبه مثل اللي عم يضحك ويبكي. طبعا كانت الدنيا ليل، وكانت الساعة واحدة، بين الواحدة ونص تنتين بالليل. مشينا باتجاه هذا هون، طبعا أنا ماشي قدامه، مشيت قدامه بالشكل هذا، هو أنا ماشي هيك وماشي أنا قدامه بالمنطقة هذه، بيقل لي بعد عني ما راح تحميني من عزرائيل. هون كانوا المسلحين متناسرين بالمنطقة هذه، شايف مش عارف وين، وقال لي قلت لك طلع كيف من سوريين جنب منه، بالفعل كانوا مبينين من سوريين. طبعا اتجهنا باتجاههم. كان تماما هذا المشعل كتفه كان تماما على الساتر، هي المقتل الكبير اكبر عدد، 8 هوني والمقتل الكبير تبع هوني، وثلاثه نهايه الساتر، وطبعا الثلاثه ورا الساتر صاروا مجموعه من الاصدقاء كانت محاصرته. لانه صوته كان مو طبيعي، صوت شخص عم يودع مبسوط، بس بالفعل مبسوط بشكل، بس صوت ضحكته مثل بكي مع وداع، مع ضحك مع فرح مع كثير امور يعني. عند وصولنا الى هذه المنطقه، أحد الإرهابيين وكان قائد، علمنا من الثلاثة اللي مسكناهين كان قائد لهذه المجموعة، كان ما يزال حي، إلا أنه تستر على أساس بأنه ميت. محمد العقيد محمد كان واقف تماما، فات بالضوء وقف هون هيك. أنا طلعت على الساتر ورست هيك بالشكل هذا، وعند وصولنا إليه تم الاتصال، أحد القادة اتصل بالعقيد محمد علي، عند ذلك وقف ليرد على الهاتف. بتفقدوا هيك، عارف كيف، ما شفته إلا هو مشي وقف هنيك. وين وقف؟ هنيك من المنطقة هذه، هون من هالمسلحين هوني، واحد بيقب سلاحه وبيقوص طلقة وأطلق طلقة كانت الإصابة في صدره. فأنا ضربت عليه، قعدت بالأرض ضربت عليه وشلحت سلاحه واتجاه باتجاه العقيد. وين فكروا أنا؟ فكروا متصاب بكتفه. لحقت لعنده هون، أنا انبطحت على الأرض ومسكته. سيدي عم نادي يا سيدي قوي حالك، عم شجعه. أنا أول شيء لما شفت الطلقة، لما شفت وقع الأرض كيف الطلقة جيلي بكتفه وهي جاي بالقلب، مسكت ومرته لحد سيدي حكيني. طبعا هون يا
يعني كل ما يشوف هيك الشهداء عم على التلفزيون تنزل دمعته، يقول لي الله يرحمهم والله يطعمنا الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وسكت. صباح الخير يا غالي، مساء الخير يا غالي، رحمك الله يا ضو عيني، رحمك الله هو حبيب قلبي، والصبر لا الله، والصبر لا الله هو نور عيني. أمي اللي تحولت حياتها تماما بعد استشهاد الشهيد محمد علي، أمي اليوم اللي ما بتروح فيه على الضريح اللي بيكون فيه الجو كتير بارد، لما بتروح تسلم عليه وتقعد جنبه ساعات وتحاكيه. خي محمد من الساحل السوري، من هالجبال الشاهقة هي العالي، ورغم هيك استشهد وين؟ استشهد بغوطة دمشق، استشهد لحتى يدافع عن سوريا كلها، لحتى يدافع عن كل شريف في كرامي، لحتى يدافع عن كل طفل رح يكبر وينمى. هو البلد غالي والوطن غالي، وطبعا بده تضحيات، ولو ما هالأبطال الشرفاء طبعا يضحوا بأغلى ما عندهم، يعني أكيد كرمال، فبقى ما بتبقى البلد، وإن شاء الله يعني بلدنا صامدة، وضربة يعني ما بتكسر بتقوي يعني. الله يرحمك يا بابا. إنه الحمد لله ما الأولاد مرضيين ومربهين، كتير بحبوا أبوهم، فبقى أكيد رح يقدروا هلاوة أبوهم، نكمل الحياة مع بعضنا مثل ما هو بحب. حتى انه مو بروح بزوره، انه بدعي له بقرأ على روح الفاتحه، وكل العالم انه بس لهلا مو مصدقه، انه مستحيل صدق، وامنيتي انه ارجع اشوفه. قلت لها ماما وقت اللي استشهد بابا، قعدت ابكي وقلت لها انه مقهوره اني ما قعدت معه، اني انا لساتني بهذا العمر وما شفته لابي، ما شبعت منه. سوريا هي الام، هي الحنان، يعني نحن لو سوريا ما كنا هلا موجودين. وبدعي الله انه يخلينا بهالازمه انه نضل اقوياء، مو بس انه في العقيد محمد علي راح، والعقيد علي خزام، والعقيد واللواء جامع، صح انه كلهم راحوا، بس اسا في عنا عالم الحمد لله شرفاء وساعي بس لحتى تحرر هالوطن. نحن بدنا ننتصر عليهم، وشو اسمه ما حدا بياخذ بلدنا سوريا، وحي بلدنا ما بنعطيها لحدا لبلدنا.